شكرا الاخ الصحفي ديالنا المتميز، وشكرا لقناه شوف تي في، القناه اللي ماشي اول مره غادي تصادفني بل عده مرات، وعطاتني الفرصه كيف ما كتعطي الفرصه لمجموعه من الشباب. هو في حقيقه هذا القميص رساله واضحه، رساله واضحه لكل الجزائريين ولكل المغاربه، باننا احنا مسلمين اولا والحمد لله، ثم احنا اخوه، احنا اخوه وحنا خوت، وهذا الشيء راه هضر عليه الحمد لله جمهور الرجاء في الاغنيه ديالو، احنا خاوه ماشي عداوه. هذا الشيء كنشوفوا الجمهور الجزائري كيجي للمغرب وكيتستقبل بواحد الحفاوه كبيره، كذلك الجمهور المغربي كيمشي للجزائر كيكون نفس الاستقبال. شفنا الجمهور المغربي شجع المنتخب الجزائري في كاس افريقيا وكان سعيد بالفوز ديالو بكاس افريقيا، هذه كذلك من الامور اللي كتخلي كتبين اواصر الاخوه والمحبه ما بين الجمهور المغربي والجمهور الجزائري. كنا غاديين بخير كشعب، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، قرار لكارثي وقرار اللي صدمنا احنا كمغاربه، من طرف رئيس لا علاقه له بالتسير، لا علاقه له بالتسير، رئيس لي ما راعاش لهاد الاخوه والمحبه اللي كتربط هاد الشعبين، الشعب المغربي الشقيقين، الشعب المغربي الحمد لله والشعب الجزائري. قرار اللي ما فهمتش انا شنو من وراء ديالو، واش ما عرفتش لحد الان يعني الجنرالات الجزائريين ولا هاد المسؤولين الجزائريين الله يهديهم، الله يهديهم الله يرد بهم، ما فهمتش هاد القرار هذا. في الحقيقه احنا كشعب احنا كنأكد وكنعاود، وهاد توني هذا هو الميساج ديالي، هو كنقول للشعب الجزائري رغم هذا الشيء اللي وقع حنا كنحبوكم وراكم خوتنا ومرحبا بكم في المغرب، وتحنا ان شاء الله غادي نجيو عندكم، غادي يجيو عندكم ان شاء الله مغاربه، نتمنوا من الله عز وجل ان شاء الله ترحبوا بهم لما غادي يجيو عندكم. هذا الشيء ما خسرش العلاقات بيناتنا نهائيا، ولذلك رسالتي انا، رسالتي للشعب المغربي، وخص مع هذا القرار خصو يقتدي بهذا القميص. انا مغربي اذن انا جزائري، انا جزائري اذن انا مغربي، لا للعداوه لا للفتنه، اللي كيدير الفتنه الله عز وجل كيقول في القران الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفتنه اشد من القتل، الله يجازيكم بخير. راه الفتنه اللي كيديروها الدوله الجزائريه، هذا الرئيس الجزائري راه، وحتى الطريقه باش قال ديك القرار، قرار ديال اغلاق الحدود ما بين هذا، الطريقه باش قالها حشومه وعار، يقولها رئيس ديال دوله مسلمه، دوله عربيه، دوله اللي كانت كتعيش واحد اللي كانت كتربطها واحد الاواصر ديال الاخوه والمحبه، الشعب حشومه هادشي اللي كنعيروا عليه، علاش غنوصلوا حنا لهادشي؟ علاش غادي نديروا الفتنه؟ علاش الناس ديال وجده، الناس ديال الشرق كيبغيو يطلعوا للجزائر، غادي تمنعوا؟ اشنو الذنب ديالو؟ ولكن انا رسالتي للدوله الجزائريه، المسؤولين الجزائريين، نتمنى هاد الرساله توصلهم. انا اي مغربي شاف هذا الفيديو يبارطاجي، عرفتي علاش؟ باش توصل الرساله ماشي للشعب، هي توصل حتى للشعب، بغيت نقول لهم حنا راه معاكم. انا ما غاديش ندير شي فكره، انا جربت درت تجربه ولحت صوره وكتبت غادي نقطع هاد التوني، ياك انا ما غاديش نقطعه الا كان العيب جا من دوله، من 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 جنرالات، من مسؤولين فاشلين، فاشلين مستوى ضعيف. احنا الحمد لله ما غاديش يجي منا العيب، حنا غناكدوا اننا كنحبوا الشعب الجزائري باش ما بغاو، حنا خاوه وماشي عداوه، يا مغربي جزائري ودمنا عربي. شوف مرحبا بكم خوتنا الجزائريين، والرساله اللي بغيت توصل للمسؤولين انكم مسؤولين، ما نقولش الله ياخذ منكم الحق، نقول الله يهديكم والله يرد بكم. اشنو واش خصكم شي، واش دار لكم الملك ديالنا محمد السادس نصر الله شي حاجه؟ دار لكم شي حاجه؟ كيرحب الملك محمد السادس نصر الله، والمسؤولين المغاربه كيرحبوا باي واحد، اي واحد كيجي يعيش هنا، قول لي شي واحد جا وجر عليه شي مغربي، كلشي كيجي يعيش هنا، كلشي كيجي يترزق الله. دول متعدده، هل 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 افارقه، وحنا كذلك افارقه، ها هل سميتو الصين الشينوا كنشوفوا درب عمر، ها كلشي كيعيش عندنا، حنا ما جاش منا العيب، حنا ما جاش منا العيب الحمد لله. واي مغربي كيسبو كيقول حاقد على الجزائر، لا كنتي غتحقد، حقد على المسؤولين، ما تحقدش على الشعب، الشعب ما دار لنا والو، الشعب ما دار لنا والو. ويعني كم من صديق دابا كنتلاقى معاه، وديجا تلاقيت معاه،
او يعني بعض الاصدقاء نقدر نقول واحد بعدا ولا بالعدد ما عقلتش والله اعلم كيقول كي انا مشيت للجزائر تهلاو فيا الناس كرموني واكثر من ذلك تنظموا دوريات هنا دوريات من طرف جمعيات واستقبلوا انديه جزائريه جاوا لعبوا هنا شفنا واحد الترحاب شنو حنا ما جاش منا العيب ولكن فاش كتسمع هذا القرار ديال اغلاق الحدود ما بين المغاربه والجزائر لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل رسالتي للشعبين لا للعداوه بارك من داك التبريش بهذه العباره اللي في مواقع التواصل الاجتماعي ديال كلاشينين كلاشيك لا ما نوصلوش لهذا الشيء الله يهديكم هذاك الشيء خليهم بيناتكم ابيضاوه خلاوها بالمثله ديالنا حنا شوف داروا المشاكل خليهم بيناتهم حنا سيدي شعوب نبقاو بين هذا في انتظار سي هذا رئيس ديال الجزائر في انتظار انه عليكم السلام ورحمه الله في انتظار انه يدير شي حل مع لان احنا ما حاقدينش على الجزائر وشو ما حاقدين على 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 الشعب الجزائري لا.